عندنا كمان في محشي مسبك ومحشي صيني. ايه المحشي المسبك والمحشي الصيني؟ ركز معايا بقى. في ناس متربيه تعمل محشي ازاي؟ تجيب طماطم وتجيب بتاع وتسخن الطماطم وتغليها، طماطم مسبكه تحطها على شويه رز كده حلو، وبعدين تدي لك الايه المحشي ده عباره عن شويه رز مسبك. ده محشي المستشفى. في محشي تاني بقى خلي بالك معايا، ان انا بجيب كوبايه رز كوبايه وعليها اربع كوبايات بصل مبشور وخضره، استاني كوبايه رز واربع كوبايات خضره وايه وبصل وحاجات كده، يبقى المحتوى الرز في المحشي الربع، ومفيش بقى لا مسبك ولا مش عارف ايه ولا كذا. الطماطم متقطعه، بصل متقطع، الخضره متقطعه، وبتعمل الرز ده. صدقني المحشي ده اللي هو المحشي الصحي ده تاكل منه حله حلتين ثلاثه مش هيضرك. طب ليه مش هيضرك؟ لان كميه الخضروات والبصل اللي فيه كتيره جدا. يعني انا عملت كوبايه رز ثلاث كوبايات او اربعه خضره، فانا عملت حله. الحله دي كلها عباره عن ايه؟ يعني بتجيب الطماطم تسبكها، وبعد ما تسبك الطماطم تحطها على الرز، وبعدين تقعد تحشي تحشي. تاكل بتاكل رز، رز مسبك، رز مسبك. ايه يا عم ده؟ ده محشي؟ ده محشي شحاتين ولا محشي فقراء ولا محشي ايه النكد ده؟ في ناس طبعا ارقى خضره والبصل وكذا، شويه حبه لحمه مفرومه، وبالتالي انت بتاكل صباع محشي وشويه شوربه وشويه سلطه. لكن احنا عندنا هناكل محشي ومعاه شوربه وسلطه؟ ايه المجنون ده؟ ده عامل زي الست اللي كانت راكبه طياره فالمضيفه جابت لها ثلاث صوابع محشي، فقالت لها حلو يا ماما المحشي ده استوى، اقلبي الحله وهاتيها لي. هي طبعا متعوده في البيت انها تاكل حله محشي، مش عارفه ان الثلاث صوابع محشي دول هم دول نصيبها من الطياره، لان هي المضيفه عامله حله محشي للطياره كلها، مش عامله حله محشي الاوليه دي. فاحنا عندنا كده استوت يا ماما، يلا. في بعض الاسر بقى بيعملوا خمس حلل محشي، يلا افتوا دي، يلا خلصوا الحله دي خلصت، هاتوا حله ثانيه، خلصوا حله ثانيه، فرحانين بقى خلصنا خمس حلل محشي، وكله بقى ماشي بكرش كده، الراجل بكرش والولية بكرش، وبعدين يلتقوا بقى ايه صراع الافيال، تلاقي لقاء الافيال. فهم ما بيطولوش بعض، تلاقي الست بكرش والراجل بكرش، بيطولوا بعض ازاي؟ طيب يبقى بنقول انه هناك ادويه او اطعمه خطيره جدا، وهذه الاطعمه بتبقى خطر، زي الجبنه المطبوخه واللحمه المطبوخه خطر، وزي الزبادي بالفواكه، في زبادي البلدي افضل، والبسكوتات والمخبوزات العيش البلدي افضل، والعصائر المعلبه قلنا الطبيعي افضل، والفواكه المجففه والمجمده الطبيعي افضل، وقلنا الصلصات الكريم والصوص والمش عارف ايه والكلام ده الطبيعي افضل، وقلنا كمان مكعب مرق دجاج افضل منه المرقه نفسها، مش عارف تجيب مرقه يبقى بصلايه في شويه ميه وشويه ثوم. مربى الشوكولاته خطر جدا، اخطر طعام على وش الارض مربى الشوكولاته. يعني اذا كانت حته الشوكولاته خطر، اقسم بجلال الله ان مربى الشوكولاته اخطر طعام على وش الارض. نعم اسمها الشوكولاته سبريد او شوكولاته سايحه، وكان زمان بيقول لك ايه يا صفائح الزبده السايحه، مش يا صفائح الشوكولاته السايحه، ده كده مصيبه مطينه بطين، كده مصيبه مطينه بتهباب. انا ليه حته شوكولاته قد صباع ايدي مره في الاسبوع، لكن كل يوم هاكل شوكولاته؟ ده فشل كلوي يا بيه، ومسامير في الرجلين وعظمه وشوكة عظميه، فحرام عليكم حرام عليكم. بتجيب الشوكولاته تعملها سندوتش، ايه النصيبه دي؟ فطبعا الشوكولاته السندوتش دي وزبده الفول السوداني كل ده خطر، وقلنا ايه المواد الغازيه خطر، وقلنا الفشار والمكسرات خطر الا الطازج منه، وقلنا الخضروات المجمده خطر وافضل منه انك تجيب خضروات عاديه، والسردين والسلمون والسمك المعلق كل ده خطر افضل منه الطازج. اوعى تاكل بروتين بارد، سمك او فراخ او لحم، اوعى. يعني حتى السوداني، هات السوداني سخن. طبعا قلنا الكباب المشوي، وفي طبعا طبعا المشوي اكتر. نهى رسول الله عن اكل المحروق بالمناسبه، يعني ايه؟ ما تاكلش الحتت المحروقه سواء كان سمك او فراخ او لحم. في ناس بتحب تاكل المحروق، نعم. برافو عليك، المشوي اللي مش محروق. احنا شوينا لحمه، شوينا فراخ، شوينا سمك، من فضلك الجزء المحروق ما تاكلوش. في ناس والعياذ بالله ما بتحبش تاكل غير المحروق، هقول لك على سر.
احنا متفقين انه السمك المشوي المحروق تشيل القشر ده كله ما تاكلوش، كلته ده كارسينوجينك عامل لك سرطان. نهى رسول الله عن اكل المحروق لانه بيسبب سرطان. طيب الفراخ بيعملوا الفراخ بالجلد بتاعها وبيتبلوها والناس تضطر تاكل الايه؟ الجلد. الجلد ده ملعون وسرطان، خلي بالك معايا. يبقى نهى رسول الله عن اكل المحروق سواء فراخ لحمه سمك، شيل الحتت المحروقه، حتى البسبوسه والكنافه، في ناس بتحب البسبوسه والكنافه المحروقه. المحروق بيجيب سرطان. العن منه بقى الدهون. في بعض الناس بتلم دهون اللحمه، يقول لك انا جبت كيلو لحمه ب 400 جنيه مثلا، فالراجل حاطين له ربع كيلو دهن، هنرمي الدهن، نروح لمين الدهن وحاطينه السندوتش عليه شويه دق او شطه ونقل. اوه على المصيبه، مصيبه. اه حبيب قلبي، الدهن ده لو انا بشتغل بنزل بعزق وفلاح ونجار مسلح و و و كل اللي انت عاوزه هتحرقه، لكن انا قاعد في البيت والست قاعده في البيت وعندها جلطات تاكل دهون، ما هتلاقي كتل دهن كده وكتل في ظهرها وكتل في ده. وجلنا ناس كتل كتل كده، الكتل دي جت منين؟ والله العظيم ناس بيقول في كتله هنا يا دكتور وكتله هنا يا دكتور وكتله هنا، كلاكيع كلاكيع دهن. مين اللي ربى الدهن ده؟ الكلاكيع اللي بتاكلها بتحوش الدهن وبتاكله حضرتك، وتقول لك بتستخسر بقى الاكل ترميه في الزباله فتقعد تاكله هي، العيال ياكلوا ربع ساعه 10 دقايق وهي تقعد تاكل ساعتين بترمرم بقى كل اللي. فاللي احنا عايزين نقوله انه ما فيها وجعك يا بطني ولا ارمي الطبيخ، لا ارمي الطبيخ ارحم. اه صلى على النبي. احنا دلوقتي عندنا فضلات طعام خلاص، الولاد مش هياكلوها، وانا مش هدخل فضلات طعام الثلاجه ده كله وتنزله للبوابين ده اذا كان عندك بوابين او ناس فقيره، يا اما بالنيه اللي بتقول عليها دي بحط انا الفضلات في كيس واثنين وثلاثه وبيروحوا بقى في الناس الناس بياكلوا كذا، ده طعام ياكلوه، والزباله بتتاخد يوم بعد يوم يوم بيوم بيوم، فالمساله ايه سهله. لكن لو انت قدرت فضلات الاكل اللي بتترمي في الزباله كل يوم تاكل شعوب بحالها، فضلات الزباله هتلاقي القطط وتلاقي الكلاب وهو بيقلبوا الزباله ويطلعوا الاكل ما تاكلش لحمه وفراخ وهو. انت قدامك في فضلات الاكل حاجتين، يا اما ان انت تجمعها كلها. احنا دلوقتي اكلنا يا جماعه فضلات الاكل دي باقيه، وخاصه في رمضان ده مش هينزل تاني، بنلم ده كله في صواني وننزله البوابين، ده كويس قوي. او الناس الفقراء مش عارف بتاع الخضار بتاع ايه بتاع ايه، اي حد غلبان بالدهون. يعني مش عايز اقول لك، احنا الاسبوع اللي فات كان عندنا عزومه فعزمنا شويه ناس فجم، عملنا الاكل فالاكل فاض. عارف عملنا ايه الاسبوع اللي فات؟ رحنا عاملين وجبات 10 12 وجبه وحطينا الرز وعليه اللحمه والفراخ وسرتشناهم بس، ها ورحنا منزلينهم على طول للناس. ما يباتش الاكل، الكرام ما يبيتوش اكل، ما يحطش الاكل في الثلاجه ويطلعه تاني، حطه في الثلاجه ويطلعه. ايه القرف ده؟ في ناس تخش الثلاجات بتاعتها الثلاجه تجيب مرض، الثلاجه تجيب مرض حضرتك، وشويه زبادي في كوبايه وشويه مربى مش عارف ايه، ايه ده؟ ايه الرمرام؟ ايه القرف ده؟ فضي الثلاجه والفريزر وارمي الزباله دي بره. ونفس الكلام بالنسبه للمطبخ، ما بنحولش توابل، عايز توابل تروح تجيب فريش، اللي عدى عليها سنه ترميه. كلام جميل ده ولا لا؟ مهم عشان الصحه. خليك فريش فريش. برافو عليك، هاتها انت سليمه واطحنها في البيت. التوابل المطحونه كمون وشطه وكزبره وفلفل كل ده عمره سنه، لو سليم الطحن ما يكملش شهر حضرتك لازم ترميه. كلام جميل ومهم.